وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن حسن راضي الباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا بك معنا سيد حسن. في أي إطار توضع هذه الاحتجاجات في إيران؟ تحياتي. طبعا الاحتجاجات بالتأكيد يعني توضع في إطار يعني رفع الأسعار يعني الوقود، وأيضا تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الوضع الاقتصادي، وايضا عدم او اللامبالاه النظام الايراني بمعيشه الناس واحتياجاتها. الناس كانت تتوقع في ايران انه النظام الايراني يقوم بخطوات ايجابيه لتحسين الوضع الاقتصادي، لتنزيل الاسعار وما شابه ذلك، انه الناس تعاني كثيرا من ارتفاع الاسعار وتردي الاوضاع المعيشيه، لكن تفاجات الناس بين اللحظه يعني بين ليلة وضحاها دون انذار مسبق بأن النظام الإيراني يرفع أسعار الوقود 3 أضعاف، ما أدى إلى احتجاجات عفوية شعبية كثيرة جدا، والناس أيضا توقفوا من يعني حتى سياقة السيارات وقفوها بالطرق العامة، وسببوا يعني زحامات كثيرة، توقف السير في العديد من المدن والطرق الرئيسية. وطبعا بالإضافة إلى الاحتجاجات ليلة البارحة اليوم صباحا السبت يعني استمرت الاحتجاجات بشكل واسع جدا في عدة مدن، أي عشرات المدن منها طهران واصفهان وشيراز ومشهد والأحواز وسنندج وأرومية وكنغان، ويعني والعديد من المدن الوسط والشمال والجنوب والشرق مستمرة الاحتجاجات والمظاهرات. السبب وراء رفع سعر الوقود؟ النظام الإيراني يعاني من عجز في الميزانية، يعاني من قلة أموال بسبب العقوبات، بسبب الفساد المالي والاقتصادي، والنظام الإيراني يحاول رفع الأسعار حتى يعوض خسائره، يعوض عجز الميزانية من جيوب الناس، من جيوب المواطنين الذين هم يعانون أصلا يعني من الفقر والعازة. يعني قبل يومين تحدث يعني المتحدث باسم الحكومة الإيرانية ربيعي بأنه قال أنه يعني 60 مليون من المواطنين الإيرانيين يحتاجون إلى دعم الغذائي، بحاجة إلى مساعدات غذائية. كيف يعني بها 60 مليون بحاجة إلى يعني مواد غذائية دعم؟ فكيف يعني رفع الأسعار الوقود وهي بطبيعة الحال تؤثر على المعيشة، تؤثر على السير، تؤثر على النقل، تؤثر على يعني الأسعار جميعا يعني الغذائية وغير ذلك، لأنه بدون حركة السير، بدون حركة السيارات لا يمكن أن تكون مواد غذائية ويعني احتياجات الأساسية للناس في الأسواق. تمام. إلى أين يمكن أن تصل هذه الاحتجاجات؟ هل ستتصاعد خلال الساعات القليلة المقبلة؟ وكيف ستتعامل الأجهزة الأمنية الإيرانية مع هذه الاحتجاجات، علما أنه تم قمعها صباح هذا اليوم ويوم أمس أيضا؟ طبعا المؤشرات تشير، وخاصة الدعوات أيضا للمحتجين بالاستمرار والتصعيد في يعني في الاحتجاجات والمظاهرات، وخاصة أنه الأوضاع المعيشية، الأوضاع الاقتصادية، أوضاع إيران الإقليمية، العقوبات الأمريكية، عزلة إيران، كلها تشير على أنه ستكون احتجاجات وستستمر الاحتجاجات، لأن النظام الإيراني عجز فشل في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل فشله، في ظل الفساد، في ظل العقوبات، في ظل يعني إنفاق إيران مليار دولارات على سياسات العدوانية والتوسعية في المنطقة. يعني كانت متوقعة أن تكون احتجاجات، وأنا أعتقد هذه الاحتجاجات ستستمر، خاصة أنه احتجاجات في العراق وفي لبنان، ويعني كلها ضد إيران وسياسات إيران. هناك توقعات بالاستمرار رغم القمع يعني الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المحتجين. يعني الأمور تتجه إلى التصعيد سيد حسن؟ يعني نعم، تتجه نحو التصعيد، لأنه النظام الإيراني مصر على هذه السياسات، مصر على أنه رفع الأسعار، لا يستطيع أصلا معالجة الأمور، والناس تعبت وعجزت، وإتافات الناس أنه نطالب بحقنا الموت ولا المذلة، وأيضا روحي يعني لا لغزة ولا لبنان، روحي فداء إيران، بمعنى رفض سياسات إيران في لبنان وفي يعني المنطقة، ويريدون من النظام الإيراني أن يركز على يعني المشاريع الداخلية ودعم الناس. هناك توقعات بالتصعيد لأنه المؤشرات
توضح ذلك بوضوح. طيب في حال تواصلت هذه الاحتجاجات في إيران وتتزايد المطالب، هل سيخرج الموضوع عن كونه ضد الوقود ورفع سعر البنزين، أم أن الأمور ممكن أن تأخذ صدى أكبر؟ سمعنا خلال الهتافات التي خرجت صباح هذا اليوم ويوم أمس يسقط الدكتاتور، هكذا قال المتظاهرون. صحيح، طبعا أنه بطبيعة الحال يعني ارتفاع سعر الوقود هي شرارة، لكن بطبيعة الحال الناس أنه لا تريد هذا النظام أن يستمر، لا غير راضية عن سياساته، يعني كما تفضلت الإهتافات والشعارات ضد الدكتاتور، ضد الوقود الإيران في المنطقة، ضد الكثير من السياسات الإيرانية، بطبيعة الحال ستأخذ الطابع في تطالب إسقاط النظام، لأنه المواطنين يرونه كل معاناتهم وكل ترد الأوضاع المعيشية والاقتصادية سببه هو النظام الإيراني. أشكرك جزيل الشكر حسن راضي الباحث في الشؤون الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.